موضوعنا النهاردة طريف وسهل. كنت بدأت فيه مرة قبل كده ولما كلمتكم عن حاجات كتيرة نستعملها في حياتنا اليومية وساعات بننسى مين الناس اللي اخترعوها دول. ولو تذكروا اللي كانوا حاضرين المحاضرة دي لقينا حاجات كتيرة قوي في حياتنا اليومية بنستعملها، وقلت لكم ده جزء صغير جدا، لان الواحد طول ما هو عايش طول ما هو ماشي طول ما هو في مكان في مكتب في بيت بيستعمل حاجات وبيستعملها وبيعتمد عليها في حياته اليومية، انما نادر لما بيسأل نفسه طب ومين اللي اخترع اللي انا بستعمله ده. فلو تذكروا دي الموضوع اللي بدأنا بيه المحاضرة اللي فاتت، وده يمكن الجزء الثاني وممكن يبقى فيه جزء ثالث ورابع من الحاجات دي. حاجات كثيرة جدا على فكرة، كل واحد يقعد يفكر فيها كل ما بيلاقي حاجات كثيرة حواليه. المرة اللي فاتت حكيت لكم مين اخترع الكرافتة ومين اخترع حاجات كثيرة جدا من الحاجات اللي الواحد بيشوفها كل يوم وما بيفكرش فيها كثير. حتى انا قعدت فكرت قسمتهم كوميونيكيشنز وبيرسونال افكتس واوفيس والانترنت والترانسبورت والبيلدينج وبعدين ساينس اند ميديسين، واتكلمنا المره اللي فاتت في الاثنين دول في الكوميونيكيشنز زي مين اللي اخترع المحمول، طبعا نسيته برغم ان كلكم بتستعملوا المحمول، مارتن كوبر ده برضو من الاختراعات المهمة جدا الناس كلها بتستعملها كل يوم، تليفون المحمول، ومين اللي بيفكر في ان ده مارتن كوبر هو اللي اخترع المحمول. فالحقيقة التفكير في الحاجات دي، فالنهاردة هكلمكم من الاوفيس والانترنت والترانسبورت. الترانسبورت طبعا احنا بنفكر في العربيات وبنفكر في القطارات، طيب مين بيفكر في إشارة المرور؟ إشارة المرور اللي فيها أحمر وأخضر وأصفر دي اللي احنا في كل حتة في العالم بنلاقي إشارة، مين اخترع إشارة المرور؟ ما هو قطعا كان في يوم ما كانش فيه إشارة مرور وبعد كده أصبح فيه إشارة مرور، ولا يا عمر فكري ده شكرها. فشو بقى كام مرة بنبص في إشارة المرور ونعرف كده ومحدش يفكر طب مين اللي اخترع إشارة المرور دي اللي بتنظم مرور العالم ده كله، وغير كده من الاختراعات يعني. في الترانسبورت وبعدين البنى بقى. البنى من اللي اخترع الكهرباء للي اخترع التكييف للي اخترع الاسانسير للي اخترع الفلاش تويلت، تويلت اللي بالسيفون ده تطور علمي مهم جدا. متخيلين منظر المباني كان شكلها ايه من غير ما يبقى فيه تواليتات فيها فلاش كده؟ طب جاء امتى ده وازاي ومين اللي اخترعه؟ وغير كده حاجات كثيره جدا، فهنتكلم شويه في الحاجات دي. انا اخر مره كنت وقفت في البيرسونال افكتس عند الفيديو جيمز، وبعدين قلت انه هيبقى ريبريز الحقيقه ان الواحد يعني مش بس يقعد يفكر في ده اخر حاجات سبتها لكم المره اللي فاتت، ان لازم نفكر الاليفيترز والاير كونديشننج والريينفورست كونكريت والستيل والسويج سيستمز والفلاش تويلتس والالكتريك بلبس نيونز ترينز كارز ايروبلينز، كل الحاجات دي احنا بنتعامل معها كل يوم، مين المخترع بتاعها؟ فوقفت المره اللي فاتت عند الفيديو جيمز وقلت لكم بونج، لعبة بونج، انما انا النهارده هتكلم عن الحاجات اللي بنستعملها في المكتب. فكنت هبتدي بالحاجات اللي بنستعملها في المكتب، وقلت ما الفيديو جيمز برضه في ناس بتستعملها في المكتب. زي ما احنا عرفنا في حاجات تانية، فمن المناسب كوصلة من مع اللي فات وبداية بتاع النهارده ان الفيديو جيمز تبقى هي وصلة ما بين البيرسونال افكتس والمكتب. الفيديو جيمز الحقيقة في ثلاثة اخترعوا الفيديو جيمز، هيجن بوتم ورالف باير ونولان باشنيل. طبعا الفيديو جيمز دلوقتي اصبحت هيوج اندستري،
يعني بمليارات الدولارات الاندستري بتاعت الفيديو جيمز، وزي ما انتم عارفين البلاي ستيشن مش عارف ايه والحاجات دي. انما مش بس كده، فيديو جيمز منها بقت تطلع افلام بتاعت هوليوود، ومن افلام هوليوود بترجع على الفيديو جيمز، فبقت صناعه كبيره جدا متطوره جدا، وحصل فيها مش بس تطور تكنولوجي، انما حصل فيها تطور اجتماعي كمان. الناس بتلعب مع بعضها عبر القارات كلها في الفيديو جيمز. هيجن باتم ده راجل مظلوم، لانه هو عالم very distinguished في الفيزياء، وعمل جزء كبير جدا من حياته لمحاربة انتشار القنابل النووية. وكان بيقول انه من الحاجات اللي بتحزنه في حياته انه الناس هتذكره عشان حتة اللعبة الغبية اللي اخترعها على سكرين بتاع كمبيوتر قديم في الخمسينات. فسنة 58 ويليام هيجن باتم انفنتد نوع من التنس اللي هو زي نقدر نسميه ابو بونج، اللي هي اول لعبة عرفها الناس بصورة عامة، لما شركة اسمها اتاري سجلت البونج. هو الحقيقة راجل واقف شاف بروك هيفن ناشونال لابز، وهو قاعد يتسلى مع زملائه عمل لهم اول فيديو جيم على شاشة اتنين يقدروا يحركوا فيه كورة تروح رايح جاي ما بين طرفين. ودلوقتي في بروك هيفن ناشونال لابز في بلاك تقول هنا كان اول فيديو جيم في التاريخ. فهيجن باتم يعني تخوفه تحقق، الناس بتذكره لاختراعه بتاع الفيديو جيم. رالف باير هو بقى قال طب ما بدل ما تبقى كده لعبه في وسط اجهزه بتاعت علماء، ناخدها ونحطها في حاجه لوحدها زي كونسول صغير، وممكن يبقى يتواجد في حته ثانيه. فكان بيسموها البراون بوكس، واخد براءه اختراع، وماجنا بوكس هي اللي اخذت اللايسنس وبدات تصنع البراون بوكس ده سنه 72. وبعدين بوشنيل اخترع الكلمه اللعبه اللي اسمها بونج فعلا اللي هي نزلت، وجه قصادها بقى اسس شركه سنه 74 اللي هي اتاري. واتاري فيما بعد طبعا هي ونينتندو اصبحوا من اكبر الشركات في اللعبه. فده مستر هيجن باتم، وبيطلب من اي حد عايز اي حاجه عنه اذا كان هيذكر حكايه اللعبه، ان يذكر ايضا ان هو كان بيحارب انتشار القنابل النوويه. رالف باير اخذ جايزه كبيره جدا حديثا كمؤسس لصناعه الفيديو جيمز كلها، وده كان هو وابنه، وده البراون بوكس، اول براون بوكس اتعمل، وكان في لعب زي اوديسي وبتاع. واستلم هنا الميدل اوف تكنولوجي سنه 2006. نولان بوشنيل هو اللي اخترع اتاري، واللي منكم بيروحوا ياكلوا بيتزا في امريكا تشاك اي تشيز تشين كومباني بتاعت البيتزا برضو جزء من اختراعات بوشنيل. فهي بيكيم فاوندر اوف ذا فيديو جيم اندستري، وده كان اول بونج، وكان بداية الفترة بتاعت الفيديو اركيدز، ان يبقى فيه زي العاب كده، والالعاب دي تتحط جنب بعضها من دولة، والواحد بيروح في الاركيد ويدفعوا كورترز ويلعبوا على الاركيدز. فده كان بداية، وبعدين طبعا بعد كده انتشر بقى راح في الهومز، وبعدين انتشر على الانترنت بعد كده كذلك. ده البونج الاصلي كان بيتلعب بدولة، والواحد بيحرك المضرب والكورة بتروح كده وكده 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 وهكذا. في كان بداية الفيديو جيمز. فبس عشان ايه نحيي التلاتة اللي أسسوا صناعة كاملة، وفي نفس الوقت ترفيه شديد جدا لعدد كبير جدا من الجيمرز، وبعدين طوروا كذلك قدر مهول من التكنولوجيا اللي بيستعملوها اخواننا في الفيديو في الاستوديوز دلوقتي. بيستعملوا تكنولوجيا جزء كبير منها كان ديفلوبت في الفيديو جيم اندستري، ادت دفعه كبيره للجرافيكس، ادت دفعه كبيره جدا للانيميشنز،
ادي دفعه كبيره جدا لحاجات كتير قوي، وزي ما قلت لكم بتنتقل من الفيديو جيمز للسينما. نرجع بقى على المكتب. المكتب نبتدي اسهل حاجه الورقه والقلم. اظن ايه كلكم بتستعملوا ورقه قلم. فانا قعدت افكر كده، في بيبر وبنسل وبن وبول بوينت والزيروكس والكمبيوتر والبرسونال كمبيوتر والايثرنت، كل الحاجات دي في المكتب. فاذا بدانا بالبيبر يبدو على قدر ما قدرت اني اجد الرد السليم انه تواجد الورق في الصين من قبل بداية العصر الحالي، يعني تقريبا معاصر لمكتبة اسكندرية القديمة، تقريبا نفس الفترة بتاع مكتبة اسكندرية القديمة كان موجود. ولكن ما تحولش إلى هذه الفترة إلا عبر تطويرات وتحسين في مستوى من القماش ودخول الوود بالب فيه. احنا في مصر طبعا كنا بنستعمل البردي، والبردي من النبات زي ما انتم عارفين، نبات البردي، وبتقطع شرايح ويتحط كده ببعضه ويتضفر ويتدق ويتنشف وبيتحول الى اللفافات. فالورق بدا هناك، استعماله ما كان محدود جدا في هذه الفتره، وتطورت الافكار دي خصوصا مع الطباعه، مع جوتنبرج والطباعة الحديثة. القلم الرصاص قلت لكم عليه، لأنه ده كان راجل عندنا في مصر، وده اسمه نيكولا جاك كونتي. كونتي كان من العلماء اللي جم مع نابليون بونابرت في مصر، واللي أسسوا المجمع العلمي المصري، وكان في بيت السناري اللي احنا أخدناه وبنصلحه دلوقتي. فكان معانا مخترع القلم الرصاص. هو عنده براءة اختراع على القلم الرصاص بالمفهوم التقليدي بتاعه، واخترعه على طلب لازار كارنو. ليه؟ لأن كان في، عشان بالمناسبة يعني اللي بينكم بيسأل على الحصار الاقتصادي بتاع الولايات المتحدة ضد إيران أو ضد كوبا، ما هيش جديدة. كان في حصار اقتصادي على فرنسا الجمهوريه بعد سقوط الملكيه في فرنسا، فلازار كارنو طلب من كونتي انه يخترع حاجه مش محتاجه للتن اللي كان بيجي من انجلترا، فمن غير استيراد لانه كانوا ضاربين عليهم حصار. فهو اللي عمل القلم اللي احنا بنسميه دلوقتي القلم الكونتي كمان. فهو اخترع، الاختراع بتاعه مسجله 1795، واللي هو اصبح دلوقتي القلم الرصاص اللي احنا كلنا نعرفه، اللي هو حتتين خشب وفي وسطهم الجزء السن بتاعه، وانه لما الواحد بيبريه بيبان السن ويكتب بيه. طبعا ده على طول بيروح فاتح سؤال اخر. ايه السؤال؟ ايوه تمام، مين اللي اخترع البرايه؟ ما هو كان اخترع القلم الرصاص، طب مين اخترع البرايه؟ القلم الرصاص بعد كده اخذت الوان وبقت تخش فيها الالوان، وضافت فيها حاجات كتيره قوي، وبتستعمل لغايه دلوقتي في حاجات معينه. والقلم الكونتي بالذات اتجه من التصنيع بتاع الاقلام الرصاص العاديه الى اقلام الرصاص بتاعت الفنانين. فيها نوع معين من الفن الكونتي بنسل، وبيستعمل على ورق له الوان وبتاع، وبيستعمل الباستيل، يعني هو نوع من الباستيل اللي بيستعمل باسمه لغايه دلوقتي عشان يعملوا رسومات زي دي كده. دي معموله بقلم كونتي بالمفهوم الحديث لقلم الكونتي، بس كونتي ايضا مسجل الاختراع الاصلي بتاع القلم الرصاص الاصفر ده. البرايه اللي بيدوية اللي زي دي موجودة في أماكن كثيرة، لأنها طبعا كانت عبارة عن وسيلة إن الواحد يظبط
طريقه البري، كان الواحد بيبري بسكينه، فهو قال لك طيب ما نثبت السكينه هنا ونثبت المكان اللي بيخش فيه والزاويه اللي بيخش فيها الالم. ف برنار لاسيمون قدم لبراءه الاختراع بتاعه البرايه بالمفهوم ده سنه 1828. شايفين الحاجات دي قديمه قوي يعني، موجوده عندنا بقى لها فتره. وبعدين التركيب بقى اتنين فرنساويين تانيين، تريفيز استرو، يعني طور البرايه الى الشكل اللي احنا عارفينه، الشكل الحديث اللي هو نفس الفكره اللي كانت بتاعه لاسيمون لتثبيت السلاح وتثبيت زاويه القلم قصاد السلاح، طورها بالصورة اللي احنا عارفينها. سنة 1897 واحد امريكي اسمه لاف هو اللي طور هذا الاختراع اللي هي البراية الروتري بنسل شاربنر، واللي منها بعد كده براية الكهرباء. جت بعد كده البراية الكهرباء من دي، طبعا الاختراع بتاع البنسل شاربنر ده. هو سجل اللاف بنسل شاربنر سنة 1897، وكان اساسا بيفكر انها هتبقى للفنانين يعني، ولكنها انتشرت جدا في المكاتب في كل حته، البرايات اللي كانت بالمانيبيلا دي. وبعدين الاي سي جيلبرتس الكتريك موتور كومباني عملوا اول واحده منها بالكهرباء، بحيث الواحد يحط القلم كده بدل ما الواحد يلف بالمانيبيلا، فأصبحت البراية الحديثة اللي احنا نعرفها. ولكن البراية الصغيرة اللي طبقا للتصميم بتاع لاسيمون سنة 1828 ما زالت موجودة لغاية النهاردة، وأي واحد يروح عند أي واحد خدواتي دلوقتي هيلاقي براية زي دي بالظبط، ما زالت موجودة وقابلة، وكل الأطفال في المدارس بيتعلموا بالبراية دي والقلم الرصاص الأصلي بتاع كونتي. طب القلم الحبر برضه كلنا في وقت ما استعملنا قلم حبر يعني. حاجي لاصحابنا اللي عايزين القلم الجاف اللي بيصروا ان الورق المالي لا يمضى الا بالورق القلم الجاف، هجيب لكم القلم الجاف دلوقتي. الحقيقه اجمل حاجه لقيتها ان المعز لدين الله الفاطمي مؤسس الدوله الفاطميه في مصر في القرن العاشر الميلادي، في أول سجل وجدته لطلب من العلماء بتوعه إنهم يعملوا له قلم حبر مش محتاج إن الواحد يروح طول الوقت يحط في محبره. وأول ذكر وجدته هو هذا الطلب، وبيقولوا إن العلماء اكتشفوا له طريقة ممتازة لهذه الكتابة. إنما من حيث الحاجات بقى المسجلة شوية في النظام الغربي، أقدم حاجة 1636. أظن أغلب الناس تستغرب إن التاريخ قديم كده، التاريخ قديم بالشكل ده. اخترع أساسا هو عبارة عن ريشة جوه ريشة، وما بين الاتنين اللي بيعملوا يعني ريشة أدخن شوية وريشة أرفع شوية، وما بين الاتنين كان بيحط الحبر ويقدر يكتب من الحبر، والفرق ما بين الريشتين هو اللي بينزل الحبر على الورقه اللي بيكتب عليها. وكان الريشه الجوانيه دي بيحطوا عليها فله صغيره تقفلها. ده 1636. في عصر تشارلز II كان في توسع لاستعمال هذا النوع من القلم، وفي ذكر له في اكثر من مره. انما في العصر الحديث بيقال انه سنه 1827 راجل من رومانيا اسمه بتراش بونيرو اخذ براءه اختراع على قلم حبر في خرطوشه قابله انها الواحد يستبدل، يشيل خرطوشه الحبر ويحط خرطوشه حبر ثانيه. ولكن كل ده برضه الحقيقه ما بنسميهوش القلم الحبر الحديث، ان كان في عده مشاكل. كنا محتاجين لثلاث اختراعات
إضافية عشان يتحول كل الكلام ده إلى الآن من الحبر اللي احنا عارفينه. أول حاجة كان لازم نلاقي طريقة للسن اللي بنكتب بيه، مش السن اللي عايز يتبري أو يتظبط، سواء كان قلم بسط أو ريشة طبيعية يعني، وده يحتاج اختراع الإيريديوم تيبت جولد نيب بتاع القلم. تاني حاجة كنا محتاجين إن نجد الفالكانيزيشن أوف رابر عشان الكاوتش يبقى جامد ويقدر يستحمل إن احنا نملى القلم الحبر بيه. تالت حاجة إن نوع الحبر نفسه ما يكلكعش. يعني لما كان بيتحط جوه الكونتينر كان الحبر بيرسب ويعمل زي التراب كده ويروح سادد. فالقلم الحبر الحديث مبني على ثلاث اختراعات تانية هي دي. ففي اول من اختراع من دولة كان كلاين ووين، هم اللي عملوا الخزان بتاع القلم الحبر، وبعدين تم اختراع السن اللي احنا عارفينه دلوقتي ده اللي بالإيريديوم اهو، الإيريديوم بوينت. الإيريديوم ده على فكرة برضو عمر فكري يهمه الكلام ده. الإيريديوم ده أحد أسباب إن احنا بنقول إن الديناصورات انتهت نتيجة لكويكب ضرب الأرض أو استرويد ضرب الأرض من 65 مليون سنة. لأن مادة الإيريديوم مادة نادرة جدا في الأرض. يعني عشان ليكوا فكرة نادرة قد إيه، البلاتين في أربع أضعاف، يعني كم اللي بنطلعه من الإيريديوم في الأرض، ربع اللي بنطلعه من البلاتين وعشر اللي بنطلعه من الذهب ككمية في الأرض، وواحد على 90 من اللي بنطلعه من الفضة. فيعني بنعتبر الفضة والذهب والبلاتين دي الحاجات النادرة جدا، المعادن النادرة جدا، الإيريديوم أندر منها جميعا. وبنستعمله في اقلام الحبر بصفه خاصه يعني. فانما موجود في الاسترويدز كتير، ووجد الفاريز وجد زي من الايريديوم في كل مكان في الارض وبصفه خاصه حوالين المكسيك، فافترض ان الزي ده كان جاي نتيجه الاسترويد، وده كان متزامن مع اختفاء الديناصورات كلها، وكان جزء من اكتشاف كبير جدا. فالإيريديوم داخل كمادة في قلم الحبر، وده 1867 أول براءة اختراع أخذوها للإنك تشيمبر ديليفري إنك بن، محطوط جوه الإيد اللي الواحد ماسك بيها القلم، موجود فيها الكونتينر بتاع الحبر، وده براءة الاختراع الرقم بتاعها سنة 87. الناس بقى أشاعة استعمال الأقلام دي كان شركة باركر. شركة باركر وشركة ووترمان بصفة خاصة هم أكبر شركتين كانوا بدأوا أشاعة هذا، والديو فولد بنز في العشرينات انتشرت جدا في كل مكان، ومنها كمان أنهم اخترعوا الهودد نيب، يعني دي بس هي عبارة نفس السن ده بس بيمدوا البلاستيك فوقيه في الحتة دي وبيطلعوا بس الحتة دي منه باينة. فده زي قلم حبر منقب، يعني زي النقاب مخبيه كده، مخبي السن بتاعه، انما ما هوش اختراع مختلف. يعني ده اساسا ما يفرقش عن السن ده، ما يفرقش عن السن ده، هو بس ان البلاستيك بدل ما يقف كده مكمل لغايه الحته دي، مغطي كده كل ده. طيب ده القلم الحبر والقلم الجاف. القلم الجاف له قصه بقى كبيره قوي. القلم الجاف كان مشكله كبيره، واول براءه اختراع طلعت للقلم الجاف 1888 واحد اسمه جون لاود. وده كان جون لاود كان اصلا راجل بيشتغل في الجلد، وكان متضايق جدا ومش عارف يكتب على الجلد، والقلم الحبر ما بيسعفش في ان الواحد يحاول يكتب على الجلد، لان يعني الجلد طبعا مش زي الورقه، فلما سن القلم الحبر يمسك فيها ويطرطش ويحصل له حاجات كثيره جدا. فاخترع فكره انه يبقى فيه كوره معدنيه بتلف، مش سن بقى بالإيريديوم، انما كوره معدنيه بتلف، ومع لفافان الكوره يطلع حبر
من الكونتينر اللي هو الفكره بتاعت القلم الجاف اللي بنسميه القلم الجاف، وممكن نكتب على حاجه زي الجلد. وادي السن طبعا اللي هو الاساس بتاع القلم الجاف اللي احنا بنستعمله لغايه النهارده. وكانت القضيه برضو اختراع انواع من الاحبار قابله انها تفضل جوه القلم الجاف وينزل الحبر وينشف بسرعه. الفتره ما النص الاول من القرن العشرين كان في رغبه شديده جدا الناس تجد بديل للقلم الحبر. يعني كان عندنا الاول قلم الرصاص وبعدين القلم الحبر وبعدين عايزين لقوا بديل له، لانه القلم الحبر صعب في استعماله، وعايز تملى الحبر سواء بتملاه من ازازه او بخراطيش او الى اخره. ف دوروا على الخراطيش الحبر تبقى بشكل تاني. وبنكالا سنه 1907 اخترع الحكايه دهيا، وواحد اسمه باوم في المانيا اخذ براءه 1910، وكان في ناس كتير اخذت براءات كتيره، ولكن الحقيقه كل دول كان عندهم مشكله كبيره جدا في القلم اللي بنسميه القلم الحبر الجاف بتاعنا اللي هو البول بوينت، اللي هي السموزنس بتاع نزول الحبر. فالقلم كان بيقطع لما الواحد يجي يكتب بيه، يلا يكتب كده كام حرف وبعدين يروح مقطع وبعدين ينزل تاني الحبر وبعدين يقطع. فكان دي المشكله الكبرى في اختراع القلم الجاف، لغايه ما جه واحد اسمه لازلو بيرو، لدرجه ان اسمه للناس العواجيز اللي زيي يفتكروا ذا بيرو. البيرو ده كان زي ما نقول احنا كلينكس، زي ما كنا بنقول كودك على الافلام، زي ما بنقول زيروكس على التصوير. اشتهر قد كده، نجح البيرو ونجحت شركه ثانيه البيك هنتكلم عنها. بيرو اخذ الاختراع بتاعه سنه 38، واللي عمله انه حط ضغط داخل خزان الحبر عشان لما يكتب الحبر ينزل مظبوط ويبقى ما يفوتش في الكتاب. دي كانت نقطة كبيرة جدا، وده كان بقى تحول كبير انه يقدر القلم الجاف يطلع خط مستقيم وما يقطعش. يا سلام، اختراع كبير جدا. وفعلا واحد فكر فيه، طب ايه نوقع على شيك ولا حاجة ونروح نفوت نص الحروف؟ ما ينفعش. بيرو طفش من اوروبا وراح ارجنتينا واشتغل في ارجنتينا واسس شركه هناك مع اخوه، وده كان القلم اللي سموه البيروم، انما اللي اشتهر باسم البيرو، وكان بزرار كده الواحد يطلع السن ويدخله، اللي هو نفس الصوره اللي احنا بنعرفها للقلم الجاف لغايه دلوقتي. بعد الحرب على طول دخل في اوروبا البيك كوربوريشن. البيك كوربوريشن دي زي ما هوفر وزيروكس بتاع، اصبح كلمه بيك هي سينونيمس مع القلم الجاف، لانهم نجحوا نجاح كبير جدا رغم انهم عملوا يعني موديلات كثيره جدا. هو موديل واحد اللي عمل ثوره عالميه للقلم الجاف، وبقى الى يومنا هذا اشهر قلم جاف في العالم اللي هو البيك كريستال، القلم اللي هو ما زال موجود لغايه النهارده. من سنه 46 لما نزلوا الموديل ده اكلوا السوق، واصبح كلمه في اوروبا بالذات كلمه بيك وبيك وبيرو في الغرب وبيك في الشرق على الناحيتين الاطلنطي، بقوا سينونيمس مع كلمه القلم الجاف. والقلم الجاف بقى حل محل لقلم الحبر في حاجات كتير قوي. بدأ القلم الجاف يحل محل قلم الحبر في حاجات كتيرة جدا. فإذا أيوه شفنا بقى القلم الرصاص والبراية والقلم الحبر والقلم الجاف والورق، كل الحاجات دي. حاجة تانية بقى في المكتب كلنا بنستعملها، التصوير. التصوير ده تم إزاي؟ بصفة خاصة طبعا اشتهرنا إحنا بالزيروكس. قصة زيروكس دي قصة طريفة ومعقدة. أول اختراع للتصوير بالمفهوم إن واحد يعمل فوتو كوبيز للدوكيومنتس، برضه نرجع لتوماس أديسون.
على فكرة توماس إديسون أخذ أكتر من 1000 براءة اختراع في حياته، ويعني اخترع حاجات كثيرة جدا 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 من الحاجات اليومية، من الفونوغراف إلى اللمبة الكهرباء إلى حاجات في السينما إلى أجهزة كثيرة جدا. ومنها أخذ الإديسون ميميوغراف، كان سماها الميميوغراف، يقدر يعمل أساسا يطبع صورة من تكست. واشتهر شركة الميميوغراف بعد كده بأنها تعمل أو ساعات كانوا بيسموها الرونيو، شركة الرونيوغراف. في شركة رونيوغراف والميميوغراف كانوا بيستعملوا الحاجات دي، وكان بقى فيري سلوبي بروسيس، ولازم الواحد يحط الورقة ويلففها كده ويطبع منها نسخ وإلى آخره. لغاية ما جت شركة زيروكس. شركة زيروكس طبعا هي اللي عملت ثورة كبيرة جدا، وهي قصة طريفة لأنه المخترع بتاع الدراي بروسيس واحد اسمه تشستر فلويد كارلسون. تشستر كارلسون اخترع فكرة انه بدل ما نستعمل احبار مبلولة او نصور نيجاتيف ونطبعه، وفي بعض الحاجات كانت بتفك كده النيجاتيف من البوزيتيف عشان تطلع الصورة، نستعمل بودرة، والصورة اللي بتطلع على الورقة بتبقى صورة بتتحط بالكهرباء فبتعمل ايونيزيشن، تديها شحنة كهربائية، والبودرة بتاعت الحبر واخدة شحنة كهربائية معاكسة، فالاتنين لما الورقة تفوت جنب مشحونة على التونر بتاخد من التونر البودرة دي، والبودرة تكون الحروف اللي على الورقة، فبتطلع الصورة ناشفة من الأول، مفيش حاجة بلولة عايزة تنشف، مفيش تحميض، مفيش أي حاجة من هذا النوع. الاختراع ده قعد هو من أول ما سجله لغاية ما فعلا نجح في صورة المكنة اللي احنا عارفينها دي، اول ما نزلت المكنة الكبير ده بتاع اللي هو بعد كده يعني تواجد كديسك برينترز وحاجات تانية كمان، 20 سنة. وشركة زيروكس الحقيقة غيرت اسمها بعد كده وحطت اسم زيروكس، واصبحت طبعا من الجاينتس بتوع الاوفيس ماشينز الفترة دي. وتشستر كارلسون يعني اصبح من اهم المخترعين، وحتى طلعوا له طابع في الولايات المتحدة على اسمه. طيب الكمبيوتر قلت لكم عليه قبل كده، اللي حضروا يوم اللي قضيناه على الذكاء الصناعي، واحد اسمه ألان تيورينج، على فكرة كان أصغر منكم، كان عمره 22 سنة لما نشر البيبر بتاعته على كمبيوتينج ماشينز، واخترع بذلك فرع الكمبيوتينج، يعني كلمة الكمبيوتينج وبعدين تيورينج ماشينز أصبحت أساسية جدا. وأيام الحرب العالمية الثانية كان بيبني كمبيوترات بدائية جدا، كانوا بيستعملوها في البليتشلي بارك عشان يفكوا الشفرة الألمانية. وسنة 44 بنوا أول كمبيوتر في إنجلترا اللي هو كولوسس 1944، أدي منظره. وفي امريكا بنوا الانياك. الانياك كان بياخد اوضه بحالها زي ما انتم شايفين، والطاقه بتاعته اقل من الشيبس اللي بنحطها في كارت من الكروت الفيزا كارد او غيره النهارده، يعني حاجات صغيره خالص، انما كانت حاجه ضخمه جدا. كان بياخد كذا واحد لازم يشغلوه يوصلوا الوصلات دي كلها، ده كانت البرمجه تعمل كلها بتوصيل الكابلات ده هين. وكان مبني على الفاكيوم تيوبس لازم تتغير. والادفاك بقى كان اول واحد من دول كان قابل لتغيير البرمجه بتاعته. على 51 سنه طلع اول يونيفاك كمبيوتر، اول كوميرشال كمبيوتر، كانت الكمبيوترز بيستعملوها العسكريين اساسا والحكومات. بدات الفكره في تكوين اليونيفاك، كان اول كوميرشال كمبيوتر، كان فيه 5600 تيوب و18000 كريستال دايود و300 ريلي، وكان واخد اوضه بحالها وشبه دور تقريبا بحاله.
وبدأوا يستعملوه في البيرول. أول حاجة الـ entire storage capacity، راح يضحك النهاردة على الكلام ده، كان 1000 كلمة، يقدر يشيل 1000 كلمة أو 12000 كاركتر. الذاكرة بتاعت الكمبيوتر ده كله اللي واخد دور بحاله كانت 1000 كلمة. يعني النهاردة التويت والاس ام اس والحاجات دي بقت 145 كلمة. فتخيلوا الاورا دي كلها كانت بتشيل 1000 كلمة بس، يعني الماكسيم كاباسيتي بتاعته كانت 1000 كلمة. وكان ما كانش فيه ترانزستورز، فكانوا بيعتمدوا على الفاكيوم تيوب زي ما تتغير طول الوقت. انما كان اول يونيفاك، اول مكنة تستعملها الصناعة والاندستري والادارة، و 46 مكنة من دول تركبوا في الخمسينات. سنة 64 اي بي ام بقى عملت ثورة جديدة في الاي بي ام 360 سيستم اللي هو ده، وده على فكرة اللي انا اتعلمت عليه لما كنت في هارفرد سنة 65. كان بياخد دور بحاله، مبنى كده له دور، وكان بنحط الكروت كلها كروت مخرمة لازم واحد يطبعها سطر سطر ويحطها كده في حاجة عاملة زي علبة الجزم، كنا بنسميها الشو بوكس. ويا ويلك لو ورقة من دول جت قبل ورقة طبعا بتبوظ الكود كله، فكان لازم الواحد يحاسب جدا. والكارثة بقى للواحد يبقى تعبان ورايح ياخد البتاع عشان يحط الباتش، بيروح وقع منه العلبة بقى والورق يتبحتر على الأرض بقى، تلاقي كل واحد قاعد عمال يعيط كده على الورق اللي مفروش قدامه على الارض. البانشت كاردز، اهي البانشت كاردز، فكانت بتقدر بتتقري، كانت اي بي ام بتعمل البانشت كاردز دي ستاندردايزد سايز بتاعها، كان في مكان بيعمل له بانشت كاردز. المين فريم ده كان اول مين فريم اللي هو بعد كده تطور الى الاي بي ام، وده الفيرست مين فريمز الاي بي ام 360. ادي الجهاز كله على بعضه مفروض كده في الصوره اللي انتم شايفينها دي. وطبعا ال 360 ده كله ولا حاجه خالص، يعني ده توم واتسون وقتها وكان بيقول مين هيحتاج لاكثر من 64 كيلو بايتس اوف ميموري، يعني ايه 64؟ اكثر من كده هيعوز ايه يعني؟ فطبعا احنا مش قادرين نتخيل هذا. راند سنه 60 تخيلت شركة ثينك تانك، قالت البيرسونال كمبيوتر هيبقى شكله ايه؟ قال له كده. تخيلوا اوضه بحالها، ما كانوش لسه قادرين يتخيلوا البيرسونال كمبيوتر ان ممكن يبقى حاجه صغيره تتحط على مكتب واحد، فكانوا متخيلين ان فيها جهاز زي السواقه كده، ده بدل الماوس، وطباعه كبيره وسكرين واجهزه بقى عماله زي تقول للواحد ازاي يتحرك في العمليه. تخيلوا بقى سواقه ده كان تخيل الفيوتشر كمبيوتر كان هيبقى شكله ايه. وده الاي بي ام مين فريم، ادي كان بياخد اوضه بحالها او دور مبنى، يعني كان واخد دور في مبنى ارضي كنت واخده. ده الاي بي ام مين فريم اللي هو يعني بدايه العصر بتاع الكمبيوترز في البيزنس وفي الجامعات، وكنا بنستعمل الماجنتيك تيبس ده هي. اما بقى البيرسونال كمبيوتر البي سي، ده بدا سنه 75 بالالتير، وده الالتير اهو، جهاز الالتير قدامكم، وكان الكيبورد محطوط على حته خشب كده اول ما بدا بالالتير. الاوزبورن جه بعديه، ده كان بيتفتح كده اهو الواحد ممكن يشتغل، وادي الشاشه بتاعته صغننه كده خالص، وكنا بنحط هنا الفلوبيز، بس كانت فلوبيز بحقه حقيقه، كانت 5 1/4 وكانت فلوبي بتتني. دكتور مجدي وانا نفتكر كده، دكتور مجدي يفتكر الفلوبيز الاصليه. انا على فكره معايا واحده قريب من اوراقي القديمه طلعتها وفرجتها لبعض الشباب، قلت لهم دي ايه دي؟ ما حدش عارف دي. قلت لهم دي بقى الفلوبي، الفلوبي مش بتبقى كده صغيره وجامده؟ قلت لهم لا، دي الديسكيت، بس هي فضلت هي اخذت اسم الفلوبي اللي كان موجود زمان. اي بي ام عملت ال 5100 بورتابل وقتها، انما الحقيقه التحول ما تمش الا بالاي بي ام 5150 والماكنتوش. دول هم الاثنين اللي عملوا الثوره الحقيقيه للبي سي. فده كان اول ما اشتغل بالدوس اوبريتنج سيستم، واصبح الشكل بتاع الكمبيوتر
اللي بيتحط على المكاتب قريب من الشكل الحديث بالصوره اللي انتم شايفينها دلوقتي، ولكن ذا تو ستيفز زي ما بنسميهم، ستيف جوبز وستيف ووزنياك، هم في الجراج بتاعهم بداوا اخترعوا شركه ابل وماكنتوش، وكان اول بورتابل كمبيوتر. ودي بقى كانت تطور كبير جدا، ان فكره ان الواحد مش يبقى عنده جهاز خاص على مكتبه. طبعا دي كانت نقله كبيره من ان يبقى فيه المين فريم بتاع الواخد اوضه بحالها الى ان جهاز على مكتبه اللي هو الاي بي ام. لا، انما ده يبقى جهاز ممكن تقفله وتاخده معاك زي ما بتاخد البريف كيس بتاعك وانت ماشي من المكتب. بيكيم ريلي ا بيرسونال كمبيوتر، ا بورتابل بيرسونال كمبيوتر، وده كان الماكنتوش. وعمل فيرجن بتاعت المكتب اللي هي نون بورتابل اللي هي موجوده دي سنه 84، اللي هو كان فيه الجرافيك انترفيس اللي احنا كلنا بنستعمله لغايه دلوقتي. فالماك انتشر لغايه ما وصلنا للمودرن لابتوب، ده الديسندنت بتاعه. انما ان ذا مين تايم اللي اخترع الماوس شخص اخر اسمه داج انجل هارت. داج انجل هارت اللي هو الماوس اللي احنا كلنا بنستعمل الماوس، سنه 64 اخترع الماوس، وده كان اول ماوس. الفكره فيه انه يحرك بايده حاجه تقدر تعمل بوزيشننج، بدل ما الواحد يقعد يدوس زراير عشان يطلع وينزل سهم على شاشه، انه يقدر يحرك ماوس. وكان انا فاكر وقتها كان في حوارات جامده على المساله ده، هي هل الناس هتعرف تحرك بايد وتظبط بايدها وهي بتتفرج على على حاجه بتتحرك في حته ثانيه يعني. وطبعا ذا انسر از يس يعني. فده اوريجينال ماوس بتاع 1964. الماوس ادوه لابل بلايسنس ب 40,000 دولار، ارخص لايسنس في التاريخ. كانت غلطه كبيره جدا، لان الناس اللي عملوها بعد كده قعدوا يعضوا على صوابعهم وشفايفهم وبتاع، ازاي اديناهم حق استعمال الماوس ب 40,000 دولار بس؟ كانت بقى حاجه طبعا. واصبح ابل نزلوا ليسا، كان موديل كبير واصبح هو الاساس بتاع الابل. طب ده الهاردوير سايد. من الحاجات اهم حاجات اللي اثرت في دخول واستعمال الكمبيوترز في المكاتب كان الوورد بروسيسنج والسبريد شيت زي الاكسل. الناس كلها بتستعمل اكسل تيبلز في كل حاجه، انما المخترع الاساسي بتاع قبل اكسل، اكسل ده الفيرجن بتاع مايكروسوفت، كان واحد اسمه ميتش كابور. هو عمل شركه لوتس، وعمل اللوتس 1 2 3 كان اول سيستم بتاع السبريد شيتس، المودرن سبريد شيتس اللي احنا بنستعملها. وبعد كده طبعا تحول هذا ودخل في الاستعمال اليومي بتاعنا في حاجات كثيره جدا. اما بقى في السوفت وير، طبعا اصدقائنا بصفه خاصه بيل جيتس اشهر اسم في السوفت وير، لانه مايكروسوفت انتروديوست ويندوز سنه 85، ويندوز 1.0، وكان بدايه ثوره كبيره جدا. وبعض الناس اللي يعني اللي بيظلموا شويه بيل جيتس قال لك هو عمل اختراع واحد سنه 85 وقضى من وقتها لغايه دلوقتي يبيع فيه. انما يعني ما انما طبعا مايكروسوفت طورت سوفت وير كتير جدا زي ما كلنا عارفين، اصبحت اكبر شركه سوفت وير في العالم. وان كان شركه ابل من شهرين تعددها في الحجم، الكابيتال ماركت كابيتاليزيشن، ابل از بيجر ذان سوفت وير اذا مايكروسوفت. بس مايكروسوفت ما زالت ارباحها توايس الارباح بتاعت ابل. وابل فيها كومبينيشن هاردوير سوفت وير، مايكروسوفت اساسا سوفت وير. في بقى مشاكل كتيره جدا في السوفت وير والسبام والحاجات دي كلها، انما من الاختراعات الهامه جدا اللي سمحت للسوفت وير ان يتفاعل مع الانترنت وكلنا بنستعمله الهايبر تكست. الواحد يفتح كده صفحه على الانترنت يلاقي كلمه مكتوبه بالازرق، يعمل كليك على الكلمه دي يلاقي نفسه في دوكيمنت تاني. اظن كلكم استعملتوها دي. محدش سال مين اللي اخترع الكلام ده؟ اكشولي
it's an important invention. وداج انجل بارت وتيد نيلسون هم اللي اخترعوها. وداج انجل بارت ده بتاع الماوس، اللي اخترع الماوس هو اللي اخترع الهايبر تكست، وعمل عرض شهير قوي سموها ذا ماذر اوف اول بريزنتيشنز، لما راح مقدم 12 اختراع من اختراعاته في لمؤتمر كبير من المتخصصين في الكمبيوترز من مده طويله في الثمانينات. سنة 80 كان في برنامج اسمه انكواير، وكان بداية اللينكس ما بين الكلمات او الهايبر تكست. الجزء الثاني اللي بيدينا المكتب الحديث هو الايثرنت اللي بيربط ما بين الكمبيوترات وبعضها، شيرنج اوف دوكيومنتس. مش بنحط شيرد فايلز، مش بنحط دوكيومنتس بيننا وبين بعض. طيب مين بقى اللي اخترع ازاي يوصل الكمبيوترات البيرسونال كمبيوترز مش عن طريق مين فريم، احنا بنوصلهم على بعض طريقه ثانيه. حاجتين، تشارلز كيو اخذ النوبل برايز سنه 2009 على الاوبتيكال فايبر، فايبر اوبتكس اللي هي الكابلات اللي بتسمح بالتوصيلات دي كلها. وجوردن مور طبعا هو اللي كان عمل مورز لو، انما على قوه البروسيسنج، وده الويفرز الجديده اللي بيشتغلوا عليها. انما الباور اوف نتوركس ده روبرت ميتكاف. ميتكاف هو اللي قال فكره النتوركس، وهو هي انفنتد الايثرنت وفاوندد شركه اسمها 3Com وفورميليتد از لو. الايثرنت الكابل اللي انتم عارفينه ده كلنا اللي كلنا بنستعمله ده اخترعه روبرت ميتكاف. فالناس دي هي اللي غيرت طريقة شغل العالم كله، بما فيه كل الناس اللي بتشتغل هنا في المكتبة بتشتغل بالحاجات دي كلها. ميتكاف أخذ برضو الجائزة الأمريكية دي، القواعد بتاعته حنفوت. إنترنت نفسه أنتوا عارفينه عشان قلت لكم عليه، فين سيرف وبوب كان هم اللي اخترعوا التي سي بي آي بي، هو أساس الإنترنت. أما تيم بيرنرز لي فهو اللي اخترع الدبليو دبليو دبليو. وما بين الثلاثة دول هم اللي ادونا الانترنت، وانا همشي عليها بسرعة اللي انتوا عارفينها كلها، والانتشار الرهيب والسرعة الرهيبة اللي اتحرك بيها، النمبر اوف اكسبانشن اللي حصلت. ده لوغاريتمي يعني، ده 10 ده 1 وبعدين 10 و100 و1000 و10000 و100000 مليون و10 مليون و100 مليون ومليار وهكذا، الاكسبانشن الموجود ده. فده مش خط عادي يعني، ده خط لوجاريتميك. It went الانترنت هوستس في اول ما بدا سنه 69 واصله زي ما قلت لكم ال او بتاعت لوج اون، وكراشت لسنه 2006 في اكثر من 4 مليار انترنت سيرفيس بروفايدر، وربطت العالم كله في شبكة الشبكات زي ما انتم عارفين. المشكلة بقى كانت عايزة سيرش انجن، والسيرش انجنز في كثيرة، امريكا اونلاين كان يمكن اول واحد اشتغل في الحكاية دي. انما الحقيقة البراوزر جه مع واحد اسمه مارتي اندريسن، مارتي اندريسن ومجموعة من الناس اخترعوا حاجة اسمها موزيك. موزيك بعد كده تحولت الى حاجة اسمها نتسكيب، ولكن بيل جيتس ومايكروسوفت قتلوها بالانترنت اكسبلورر. ففترة ما كانت نتسكيب شغالة في كل حاجة، انما حطمت نتسكيب من مايكروسوفت، وفضل بقى قصادها شركات تانية، وكان في باتل اوف ذا سيرش انجنز لغاية ما ظهر جوجل. وجوجل كان اساسا سنة 99، احنا الوقت بقى بيمشي بسرعة جدا هنا لما نبتدي نتكلم. فسنة 99 جوجل واز بورن، يعني يا دوب عمرها 10 سنين واصبحت من اكبر شركات في العالم. فجوجل الحقيقه لقت وسيله ممتازه انها تعرف تبحث، والاثنين الشباب دول كانوا طلبه اللي هما لاري بيج وسيرج برين، لما اخترعوا الالجوريثم اللي بيطلع الحاجات دي كلها 147 الف انتري في 0.2 اوف ا سكند لما الواحد بيعمل جوجل سيرش على حاجه. طب دول اللي بيخترعوا الادوات والمواد، عاديك بقى ناس تانية قالت طب ما نغير نظام البيع والشراء في العالم.
فمايكل ديل بنى تاني شركة في العالم، كان عمره 19 سنة في تكساس لما بدأ ديل كمبيوترز، وبناها مبنية على الإنترنت. قالوا ليه أبيع كمبيوترز زي ما كانوا بيبيعوا ثلاجات، وأدور على تجار جملة وتجار قطاعي ومحلات وأحطها في المولات، ما أبيعها بالإنترنت. وده كان بداية شركة ديل. اي باي بيير أندر وميج ويت كانت المديرة بتاعتها، قالت هنبيع كل حاجة على الإنترنت، فاللي عنده حاجة يبيعها يحطها، واللي عايز يشتريها يشتريها، وهنسهل الحكاية دي عن طريق الإنترنت. أمازون سنة 95 اخترعوا فكرة إنهم يبيعوا عن طريق النت، وطبعا جيف بيزوس كان من أنجح الشركات، وكلنا استعملنا أمازون بصورة أو أخرى. وزي ما بقول لك سولد اون اي باي شيبت باي امازون كذلك. انما جم اصدقائنا بتوع ابل وبصفه خاصه ستيف جوبز، وهي انتروديوست الايبود. الايبود كان اول وسيله للتعامل مع فكره ان الماده نفسها ممكن تبقى على النت. يعني مش بس الواحد يشوف صورتها على النت وبعدين يطلب زي في اي باي او زي في وهي فعلا فيزيكلي موجوده في حته، انما قال لك لا، الموسيقى نفسها هتبقى على النت، وهننزل من الموسيقى على الجهاز الصغير ده، وبعد كده بننزله على الموبايلات وبننزله على حاجات تانية بتاعه. فكان الايبود كان نجاح كبير جدا، وكان بيعالج مشكله القرصنه في الموسيقى، واصبح يعني هو الستاندرد الجديد الام بي 3 في كل مكان. جوجل كذلك وجدت وسيله جديده انها تعمل فلوس، انها تدي خدمه ببلاش، انما بتبيع ادفرتايزنج، تارجت ادفرتايزنج، ونجحت جدا في الحكايه دي. طبعا في ناس ثانيه استعملتها في حاجات اخرى، فالكولابوريتيف وركينج افورتس، اليونكس سيستم اللي هو بيدي برمجه مفتوحه، ناس تشترك مع بعض في البرمجه. كين تومسون ودينيس ريتشي هم اللي اخترعوا اليونكس، وده سيستم احنا مش كده يا دكتور مجدي بنستعمله برضو عندنا في كتير كتير من الحاجات بتاعتنا. اتس ان اوبن سيستم، والناس تضيف عليه وتعمل تطورات، ودي الفيرست اديشن سنه 69، وازاي تطورت، وعدد البرامج الكبيره جدا اللي اتولدت من الفيرست اديشن بتاعت اليونكس دي. في نيو بزنس مودلز كذلك، اللي اخترع الويكي انا هواش جيمي ويلز، انا جيمي ويلز طبقها استعملها في حاجه، انما الويكي اللي اخترعها واحد اسمه وورد كانينغهام، وسنه 94 عمل البرمجه اللي سماها ذا ويكي ويكي ويب. وسنه 95 هي انستولدت على الويب سايت في الشركه بتاعته سي 2 كوم. ده كان اول ويكي اللي هو بيسمح لاكثر من واحد انهم يشتركوا مع بعض في انهم يغيروا تكست ويعملوا حاجات كتيره، وده كان بدايه ويكيبيديا. جيمي ويلز اخذ الفكره بتاعت الويكي وقال نعمل عمل جماعي ونعمل اكبر موسوعه في العالم، ونجح انه خلى اكثر من 100,000 واحد ما يعرفوش بعض انهم يشتركوا في عمل جماعي ويطلعوا موسوعه خمس سنين بقت تضاهي البريتانيكا اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي الويكيبيديا. مقابل هذا بقى في الفتره الاخيره، يعني في بدايه القرن اللي احنا فيه ده، احنا يا دوب 10 سنين لسه في القرن ده، في العقد الاول بقى حصل ثوره اللي هي الثوره الاجتماعيه بالسوشيال نتوركس. 2002 فرنستر، 2003 ماي سبيس، 2004 فيسبوك، 2005 يوتيوب. بقت حديثه ازاي الحاجات دي؟ كنا بنرجع من القرن اللي فات والقلم الرصاص والقلم الحبر، دلوقتي بنتكلم على سرعه التطور. سرعه التطور اصبحت مش معقوله، وان فاكت فيسبوك النهارده عندها اكثر من 500 مليون مشترك. فده كان فرينستر، وبعدين ده كان ماي سبيس، وبعدين لما جه الفيسبوك كسوشيال يوتيليتي، وده رئيس المخترعين، يعني رئيس الفريق اللي اخترع الفيسبوك اللي هو مارك زوكربيرج، كان عمره 25 سنه لما اخترعوا الفيسبوك. اما يوتيوب فجوجل اشترتها بمليار و650 مليون دولار سنه 2006، لانها كانت حاولت انها تضاهيهم وما قدرتش. الابل ايفون
ضم التليفون للموسيقى للفيديو بلاي باك للوايرلس كوميونيكيشن، وادى اداه الواحد ممكن يستعملها في ايده فيها كل الحاجات دي. فعمل طفره كبيره جدا في الربط ما بين الستاند الون دوكيومنتس والبيرسونال كومبيوتنج والتليفون. فعمل نيو جينيريشن من الاستعمالات، وحصل انفجار في عدد الابلكيشنز الابس. في اكتر من 100,000 ابلكيشن موجوده للابل اي ستور. وبعد كده جاء كمان تويتر وفليكر، بس انا مش هخش بقى في كل الحاجات الجديده اللي اتعملت تتطور دي، انما سرعه التطور دلوقتي بقت مذهله وملفته، وده بالتالي هيحتاج ان احنا نقعد نجري ورا كل التطورات الجديده بحيث ان المفيد منها نقدر نتمكن منه. مقابل كده لو نظرنا للتنقلات، فالقطارات، العربيات، الطيارات، انما في حاجات تانية. طيب مين اللي اخترع البوصله؟ ومين اللي اخترع الجي بي اس اللي احنا نعتمد عليهم، يعني سواء الطريقه القديمه او الطريقه الجديده عشان تعرف انت رايح فين؟ اذا بدانا بالقطارات، طبعا بدانا في 1712 بالنيو كومن انجن، وجيمس وات الحقيقه اخترع اللي هي الستيم انجن، وبعدين جورج ستيفنسون اخترع القطر. القطر اللي انتم شايفينه ده كان اختراع جورج ستيفنسون، تطبيق الستيم انجن على فكره انه ينقل العربيات. واذا بصيت كويس العربيات دي قريبه قوي من العربيات الحنطور اللي كان بيشدها الحصان. فهو قال لك بدل ما بيشدها حصان احنا هنحطها ونربطها ونحطها على شريط ويشدها مكنه سموها لوكوموتيف يعني. وتطورت اللوكوموتيف بالصوره دي الى الصوره دي الى الصوره دي الى التي جي في. التي جي في في فرنسا طبعا هو، وفي اليابان اسرع حاجات. انما التكنولوجيا الحديثه بتتجه الى حاجه اسمها الماجليف. الماجليف اللي هو ماجنتيك ليفيتيشن، وده طبق في المانيا دلوقتي. الماجنتيك ليفيتيشن قطارات سريعه جدا 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 وساكنه تماما، لان ما فيش احتكاك بينها وبين الارض. بتتم ازاي؟ ده الوحيد اللي متطبق فعلا اللي هو شانغهاي. انتوا شايفين الحته دي كده؟ القطر بينزل لما يقف يبقى مريح على القضيب ده، انما بتفوت كهرباء في القطر وفي القضيب بحيث انه بيتحول الى مجال كهرومغناطيسي، والاثنين بيتنافروا فبيترفع القطر مسافه صغيره فوق القضيب، وبتحريك الشحنات الكهربائيه بيروح متحرك، فبيكتسب سرعه كبيره جدا بسكون تام من غير هزه، لانه على الهواء يعني مش بيلمس حاجه. فده الشرح بتاع الحكايه، لينير موشن ماجنتيك ليفيتيشن بتتم ازاي. وده الحته اللي وريتها لكم في الصوره بتبقى كده، وال يعني هو مش بيريح كده، هو بيريح من الناحيه دي يعني. الشانغهاي ماجليف ترين بيمشي بسرعه 430 كيلو في الساعه، يعني يعمل القاهره اسكندريه في نص ساعه. سواء واحد يفكر كده انه يقدر يعمل القاهره اسكندريه في نص ساعه، ياخد من اسكندريه لاسوان في اقل من ساعتين. بس ما زال غالي جدا لان تكلفه البنى عاليه قوي، لان عايزه دقه كبيره جدا في الالاينمنت بتاع القضبان والقطارات. اما العربيه بقى، في العربيه اللي اخترعها الحقيقه اول واحد كان البنز كار بتاعت ديملر، واول هايبريد كار، احنا بنتكلم دلوقتي في الهايبريدز، كانت تويوتا برايس وبتاع، اول هايبريد كانت 1899. وهنري فورد هو اللي عمل الثوره بالموديل تي، وده كان الموديل تي بتاع هنري فورد اللي هو قال فيه انا هقدر ابني عربيه في 10 دقائق مش في 3 ايام، وانا هبنيها على مستوى من الدقه احسن واعلى من اي واحد تاني وبتمن ارخص. فما حدش كان مصدقه، انما هو اخترع حاجه. وده فيري انترستنج انه ما قدرش يسجل براءه الاختراع بتاعته، لانه ات واز ا بزنس بروسيس.
براءة الاختراع is not acceptable as a business process. فالبيزنس بروسيس بتاعه كان فكرة الاسمبلي لاين، انه بدل ما بيحط عربية ويخلي العمال يشتغلوا عليها ويركبوا عربية كلها، كل عامل يقعد في مكانه وهننقل العربية قدامه وهو يعمل نفس الحتة اللي هيعملها، وقسم بناء العربية الى عمليات متتالية، فكل عامل بيتخصص في الحتة دي بس، العربية هي اللي بتتنقل مش العامل اللي بيتحرك. وده طبعا هو النظام المستعمل في كل حتة الى الان. It's a better car كان بالنسبة لتمنها طبعا وقتها، وده هنري فورد طبعا اصبح من اغنى الناس في العالم وقتها، وده الاسامبلي لاين اللي كانوا بيشتغلوا عليه. وادي اسامبلي لاين تاني بينزل الشاسيه من هنا وبيطلع الحته التانيه من هنا وبيتركبوا مع بعض الى اخره. ودي قطع الغيار اللي كانوا بيشتغلوا في التجميع، مش بس العربيه نفسها، انما القطع نفسها كانت بتتجمع، وبعد ما بتتجمع القطع على بعضها ترجع تتجمع تاني الى اخره. وكان في بقى عربيات تانيه بدات تتعمل بنفس الطريقه، ده ستانلي رودستر والساكسون رودستر الى اخره. في بقى واحد مشي في اتجاه تاني خالص غير الاتجاه بتاع الانترنال كومبشن انجن، رودولف ديزل اخترع الموتور الديزل. موتور الديزل ما زال هو يعني يمكن اهم موتور بيستعمل دلوقتي، لان احنا بنفكر طبعا في العربيات الخاصه، انما اذا فكرنا في المراكب وفي القطارات وفي الشواحن وفي التريلات وفي مش عارف ايه، لا هتلاقي الديزل بيستعمل اكتر قوي. ف ده كان يعني تطور القطارات والعربيات. طيب السؤال بقى، مين اللي اخترع اشاره المرور؟ دي قصه طريفه، انه اشاره المرور كلنا شايفينها وكلنا عارفينها وفي العالم كله موجود، والواحد ما يقدرش يتخيل المرور يمشي من غيرها في اي مدينه. مين اللي اخترع اشاره المرور؟ الحقيقه قصه معقده شويه. قبل استعمال الاوتوموبيل كان في حاجات للمرور والعربيات والحناطير والحاجات دي كلها، واول سجل لتركيب اشاره مرور كان في لندن سنه 68. كانت عباره عن لمبه فيها يعني نار، نار غاز يعني، وبيلففوها كده وكده وبيحطوا عليها ريد وجرين سيجنالز، وريد معناتها ستوب وجرين معناتها حاسب، يعني تقدر تعدي ولكن لازم تحاسب يعني. وكان واحد واقف جنبها بيشغلها على طول. المشكله بقى ان سنه 69 on the 2nd of January انفجرت، ما ده كان مشغله بالغاز بقى، انفجرت وعورت الراجل البوليسمان اللي كان بيشغلها، فايه راحوا قال لك لا ده اختراع بايظ جدا وابعد عنه. انما ده كان اول محاوله ان بنسمين عور الاشارجي بتاعه، وكان يعور الناس فمنعوه لغايه ما جه ويليام بوتس. ويليام بوتس هو الستاندردايزد فكره استعمال ريد يلو جرين اللي احنا بنستعمله لغايه دلوقتي، النور الاصفر، اضاف النور الاصفر ما بين الاثنين وبدأ يستعمل الكهرباء. هو ويليام بوتس ده كان في ديترويت، وكان عندهم مشاكل كبيرة جدا. ديترويت ده كان مركز اختراع العربيات في أمريكا، مركز هنري فورد وجنرال موتورز والشركات الكبيرة وكرايسلر وبتاع، كان كلهم هناك. فبدأوا الحكاية دي، لا كان أكتر حتة بقى ازدحمت بالسيارات حتى قبل نيويورك وقبل غيرها. فبدأوا انهم يقولوا عايزين ننظم المرور، فعملوا من النور اللي كان بيتحط عند التعديه بتاعت القطر، جات لهم فكره انهم ياخدوا زي ما القطر لما بيجي معدي يروح عامل تن 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 وتلاقي نور احمر كده يروح من ناحيتين والبوابه تنزل. قال طب ما ناخد النور ده ونركبه عشان العربيات. وفعلا في 1920 على ناصية وودورد وميشيغان افنيو اول اشارة نور جديدة بالمفهوم الجديد ركبت، ودي صورتها اللي هي يعني نقدر على طول نعرفها ان دي اشارة المرور اللي احنا نعرفها يعني. لسه كان الاشارجي بيشتغل فيها. جاريت مورجان
زنج ويليام بوتس ابيض. طبعا في امريكا قضيه بيدوس دي كانت قضيه مهمه قوي، جاريت مورجان هو اللي حدثها، والحقيقه هو اللي اخترع الالكتريك اوتوماتيك ترافيك لايت. ف بيقولوا ان في براءات اختراعات كتيره من 1918 وطالع، ولكن البراءه بتاعت مورجان هي اللي اخذتها شركه جنرال الكتريك اللي هي الشركه اللي اسسها اديسون، وهي قالت ان هتوزع، هي عملتها وصنعتها ووزعتها بصوره كبيره جدا. ومورجان على فكره له من الاختراعات المفيده له، كان ايضا اخترع الجاس ماسك، عشان كان الالمان بداوا يستعملوا الغازات السامه في الحرب العالميه الاولى اللي بعد كده اتفاقيه جنيف هتمنعها، انما كان اخترع الجاس ماسكس عشان العساكر اللي كانوا بيجابهوا الغازات. وده الهيستوريكال ماركر اللي محطوط لجاريت مورجان، بيقول ان هو اخترع حاجات كتيره جدا، منها الكيرف توست هير سترينثنينج كوم، السيفتي هود، الفور رانر اوف ذا جاس ماسك، وانه انفنتد ذا ترافيك سيجنال، وان فاوندنج ممبر اوف ذا كليفلاند اسوسيشن اوف كالرد مان. كالرد مان عشان الزنوج يعني وقتها كان تحت تفرقه عنصريه. الاشاره بتاعت جاريت مورجان اللي بتتعلق بقى، مش واقفه على عمود انما بتتعلق وتتحط في وسط التقاطعات، اللي اخذتها شركه جنرال الكتريك وطبقتها في كل حته. اما الطيران فاحنا ممكن نسال مين اخترع وسيله للانسان انه يطير، واغلب الناس هتقول الاخوان رايت، بس ده غير صحيح، لان الاخوان مونجولفيه برادرز هما اللي بداوا في القرن الثامن عشر بالبالون، الهوت اير بالون، كان اول وسيله ان الانسان يطلع ويطير. ومونجولفير هوت اير بالون اتعمل سنه 1783. ده بعد كده تطور الى انه في الثلاثينات من القرن الماضي كان في طيارات بتنقل ناس عبر المحيط بكميات رهيبه جدا على الزابلينز الكبيره قوي، بس كانوا بيستعملوا الهيليوم. الهيليوم قابل كغاز، لانه غاز بيشيل الحاجه انه اخف من الهواء، الهيدروجين والهيليوم، ففلامبل. فده كان المانيا كانت متطوره جدا مع شركه زابلين، وده حجم الزابلين اللي كان بيشيل تحت، يعني ادي الكابينه الناس بتقعد فيها، وده الزابلين ده بيشيل الكابينه دي، وكان بيعدي بيها المحيط. لكن الجراف زابلين اهو، ولكن اللي حصل الهندنبرج سنه 1937 حصل كارثه في اكبر حادثه من نوعها، و مات 35 من 97 واحد اللي كانوا موجودين. استمرت فكره الهوت اير بالونز لغايه دلوقتي بتستعمل، بس بتستعمل بصوره سياحيه اكتر من اي حاجه تانية. وادي مناظر البالونز في كاليفورنيا حلوه قوي، بيوتيفول سيرين. اللي ما طلعش بالونه ريكومندد، لانها سيبالي بيوتيفول سيرين اكسبيرينس، بيبقى كده زي ما يطلع على مركب شراعيه بدل ما يطلع على مركب بموتور، بيبقى هدوء كامل جدا كده، ويبقى فلوتنج جميل قوي. اما الهيفير ذان اير ماشين دريفن فلايت الاير بلين، طبعا هما ويلبر اند اورفيل رايت سنه 1903، ودي الصوره بتاعت دينا ابو علا. خدي بالك يا دينا، خدي بالك، دي الصوره بتاعت الرحله الاولى اللي هي كانت اقل من جناح طيارة بوينج حديثة، يا دوب طلع من الأرض كده وراح نازل تاني، بس ارتفع ومشي ونزل، فاعتبرت إنها أول. بعد كده في المحاولات التانية والتالتة طلع ولف كتير، إنما النقلة الأولانية دي كانت صغيرة خالص، إنما كانت أول مرة يوم 17 ديسمبر 1903 ان الانسان ركب في مكنه اتقل من الهواء. المونجولفير معتمده على انه هي اخف من الهواء عشان الهواء السخن بيرتفع، فكان غير البالونز، ومعتمده على عكس الجلايدرز اللي هي الطيران الشراعي، معتمده على مكنه.
ووزن الانسان ووزن المكنه ووزن الطياره نفسها، رفعته المكنه وطلعت بيه وطارت بيه شويه ونزلته. فده كان بدايه عصر الطيران اللي حصل. نيجي بقى للسؤال مهم جدا، طب عشان اعرف احنا رايحين فين، من اهم الاختراعات كان البوصله، والمماثل الحديث بتاعها الجي بي اس. مين اخترع البوصله ومين اخترع الجي بي اس؟ مين عارفه؟ عارفه مين اخترع؟ لا مش عارف. ماشي، وانا مع اغلب الناس ما تعرفش، انما يعني انا دايما بحب اتساءل كده وابص للحاجه دي وطب مين اللي اخترع دي ومين اللي اخترع دي، اللي بحب يعرف مين هم الناس دي. طبعا البوصله اساس احنا عارفين اتجاهات من ايام بدايه التاريخ، عارفين الاتجاهات الشمال والجنوب والشرق وبتاع، سواء بالشمس او بالنجوم. اما الكومباس معتمد على خاصيه موجوده للودستونز او للمعدن الممغنط، انه بيتجه طبقا لاتجاه الفيلد الكهرومغناطيسي بتاع الارض. في ناس بتقول صينيين، وفي ناس بتقول مسلمين، وفي ناس بتقول غربيين اللي اخترعوا الكومباس. في امالفي في ايطاليا هم بيعتبروا ان ابن امالفي هو المخترع للكومباس، دي مدينه جميله جدا في ايطاليا. وفلافيو جيوا عاملين له تمثال الى اخره، ولكن البحث الحديث بيسال ان ربما فلافيو جيوا عمره ما اتوجد، ان دي شخصيه فيكتيشس، شخصيه اخترعت فيما بعد، رغم ان كل الناس هناك مقتنع تماما، عاملين له تماثيل زي ما انتم شايفين على انه مخترع البوصله. الامير اكسل في الكتاب بتاعه على ريدل اوف ذا كومباس بيشرح ليه في المخطوطات الى اخره وصل الاستنتاج ان فلافيو جوا ده غير موجود يعني. انما اللي ثابت ان الصينيين من زمان جدا عندهم بوصله شكلها كده يعني. بوصله قديمه قوي. المعلقه دي بتلف في الدايره، والعلامه دي ايد المعلقه بتروح للجنوب مش للشمال يعني. برضه هي اساسا حاجه ممغنطه بتلف بسهوله، هو فكره البوصله موجوده من فتره قديمه جدا، والهاندل اوف ذا سبون اولويز بوينت ساوث. فكره بقى ان واحد ياخد ابره ممغنطه ويحطها في علبه ويستعملها، دي بقت حاجات استعملت طبعا في الاكتشافات الكثيره في ما بعد عصر النهضه. وجي ليون فوكو اللي هو مشهور قوي بفوكوس بنديولم، بس دي قصه ثانيه مش هنتكلم فيها. عمل حاجه مهمه جدا اللي هي الجيروسكوبس، عشان نقدر نحط البوصله ونخلي نحافظ عليها اللي هي كده اهو. ان مهما لفت الحاجات اللي مثبته الجيروسكوب، الجيروسكوب بيحافظ على الحته الوسطانيه دي ستدي. فدي كانت مهمة جدا على مركب، على طيارة، على أي حاجة، إنها الحاجة اللي هي متثبتة فيها ممكن تهز وتلف وبتاع، إنما البوصلة بتفضل ستدي. وده طبعا كان اختراع هام جدا. اللي حصلت مشكلة بقى لما جت المراكب الحديد، المراكب الحديد بقت تأثر على البوصلة، فلقوا لها حلول، ومنهم أمبروز فيري عمل جيروسكوب كومباس، وبقى يحطها ان ايسوليتد في ليكويد مقفول. وسبيري على فكره برضو اخترع الكشاف، الكشافات اللي كانوا بيبصوا عليها الطيارات في الحرب العالميه الثانيه وغيرها، كان هو اللي اخترع الكشافات. والبوصله دي طبعا احنا كلنا عارفينها النهارده. اما الجي بي اس اللي دلوقتي بقى يحل محل البوصله في كل مكان، ده معتمد على اقمار صناعيه مثبته جيو سينكرونس، وبتقدر تقرا المكان اللي انا موجود فيه وتقول لي بالظبط انا فين على بعد مترين او شويه زياده. وده السيستم بتاعها، وبنستعمله في كل حته دلوقتي في الخرائط وفي حاجات كتير قوي، وحتى في العربيات بتركب جوه العربيات عشان الواحد يعرف طريقه، وبيطلع كده الخريطه بتبان في العربيه دلوقتي قدام الناس. فده جزء من الاختراعات، واللي اخترعه مين؟ برادفورد باركنسون وايفان جيتينج.
دول اللي اخترعوا الجي بي اس. تاني مره بقى الواحد يكون في عربيه عنده جي بي اس في بلد تانيه وعمال يدور عشان ما يتوهش، يفتكر باركنسون وجيتنج ان هم اللي ادونا الجهاز ده. هي الحديث يطول وممكن الواحد يتكلم على حاجات كثيره جدا. فانا مثلا قعدت افكر في المبنى اللي احنا فيه، اي مبنى فيه ستيل والبريفابريكيشن والرينفورست كونكريت، وطب تكرير الميه، الميه النظيفه اللي احنا بنعتمد عليها، الصرف الصحي، مين اخترع الصرف الصحي؟ والالكتريك لايت بالب والنيون لايت والاليفيتر والاير كونديشننج والفلاش تويلت، حاجات كتيره جدا. فالموضوعات لما الواحد يسال نفسه اي موضوع ممكن يلاقي حاجات كتيره جدا. بس ده طبعا موضوع تاني كبير ممكن ياخد وقت طويل. انما انا هاخدكم بسرعه على بعض الحاجات بتاعت المباني، ومش هخش النهارده في الاختراعات الطبيه اللي منها مثلا مين اخترع الاسبرين. الناس كلها عارفه الاسبرين، ومين اللي اخترع المضادات الحيويه، ومين اخترع الميكروسكوب، ومين اخترع الليزر، وقص على هذا في حاجات كتيره جدا 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 دخلت حياتنا وبنستعملها، بس احنا ما بنذكرش الناس اللي اخترعتها. انما في البنى عشان عندنا مجموعه كبيره من زملائنا، همشي بسرعه شويه على البنى، لان طبعا الاداره الهندسيه ممثله تمثيل لا باس به في الحضور، مش كده ولا ايه؟ ستيل ميكنج بنحدده في العصر الحديث على طول مع واحد اسمه بيسمر. بيسمر ستيل بروسيس هو اللي ادى نوع الحديد. قبل كده كان الروت ايرون اللي هو الحديد فيرفورجي. والبيسمر كونفرتر بروسيس ده كان اختراع كبير، وده ما زال موجود، القطعه الاصليه موجوده في الشيفيلد ميوزيوم لاول اختراع بتاع سير هنري بيسمر لصناعه الصلب من الحديد. بيسمر نفسه طبعا اغتنى جدا في حياته. انما في المانيا واحد منافس له كان سيمنز، طبعا اسم سيمنز مشهور قوي دلوقتي، وكارل سيمنز اخذ الريجنريتيف فرنش سنه 1857، لانه بيقول ان هو كان البيسمر كان بيضيع جزء كبير من الحراره، ده كان بيعيد اكتساب 50 الى 70% من الحراره. والمودرن ستيل ميكنج مبني على الاكسجين فرنس. والسيمنز مارتان دول تعديل فرنساوي على شغل سيمنز 1915، هم اللي عملوا البروسيس الموجود ده. المودرن فرنسز دلوقتي بتشتغل بسرعه كبيره جدا، تعمل 350 طن حديد تحوله الى صلب في 40 دقيقه تقريبا. فدي فكره على سرعه الشغل اللي بيتم دلوقتي. فالكونفرتر ده يعني متطور من البيسمر بروسيس، دي كلها تطورات جت بعد كده، ودي الصوره الاصليه بتاعت البيسمر بروسيس. الاكسجين فيرنس بيخش بانه بينفخ الاكسجين جوه الفيرنس نفسها، ودي منظر الفيرنسز، وبيطلع الصلب وبيتشكل وهو طالع سواء الى شيتس او رودز او غيره. مباني زي دي كان في استحاله انها تتبني من غير ستيل. فمودرن ستيل مرتبط ببناء المباني المرتفعه اللي احنا شايفينها. اما الرينفورست كونكريت بقى بالعكس، اللي اخترعه واحد جنايني. راجل بتاع حدائق مش مهندس. كان اسمه جوزيف مونيه. و هو الحقيقه بدا الاول بيبني اثاري زي دول، فبدل ما يعملهم فخار وحاجات قال لا نعملهم بالخرسانه ونحط فيه حديد عشان نسلح البتاع. فبدا جوزيف مونيه اختراع وسجل الاختراع بتاعه براءه اختراع بتاع الرينفورست كونكريت. ورينفورست كونكريت اساسا ان بنحط الحديد
لما تشد على حديده كده تبقى قويه جدا، ولما تضغط على حديده تتلوي. بينما الخرسانه لو تتشد تتكسر على طول، انما لما تنضغط تستحمل كتير. فقال طب نحط الاثنين سوا، فلما يبقى في شد هو الحديد اللي بيشيل، ولما بيبقى في ضغط هي الخرسانه اللي بتشيل. هي دي الفكره بتاعت الخرسانه المسلحه، وده النظام وبقى الاشكال اللي احنا بنقدر نشكلها غير الحديد. كمان نقدر نشكل اشكال كثيره جدا بالخرسانه المسلحه، موجوده في كل مكان، والمعماريين طبعا مبسوطين منها جدا في حاجات كثيره قوي. الشيل ستراكشرز اللي اتعملت في فترات الخمسينات والستينات بصفه خاصه، والاسقف اللي انتم شايفينها هنا، والستراكشر بتاع السيدني اوبرا هاوس، كل دي جزء من الحاجات دي. اما الووتر تريتمنت فمن سنه 2000 قبل الميلاد وبدات قضيه تنقيه الميه. فالاول بيحطوا فلترز عشان يشيلوا منها الشوائب، وبعدين هيبوقراط عمل القماش، فلتر قماش استعمل حوالي 500 قبل الميلاد، والسليف ده كان موجود بدأوا يستعملوه في دوميستيك ووتر فلترز. انما بعد اختراع الميكروسكوب وانتون فان لورن هو اخترع الميكروسكوب، قدروا يشوفوا انه القماش ما بينقيش كفايه، ان في اورجانيزمز رفيعه خالص، بكتيريا وهي موجوده في الميه، ودي بعد كده عرفنا طبعا هي بتنقل الامراض. فالمودرن ووتر تريتمنت بدا من 1804، اول محاوله لبلديه انها تنظف الميه عشان المواطنين يشربوا ميه نظيفه. دي 1804 بس، يعني لسه نسبيا عصر حديث. فده انستولد في اسكتلندا، كان فكره غريبه جدا، ولكن بعد شويه يعني الفكره انتشرت. طبعا يعني فكره ان الناس كلها لازم يبقى لها حق انها تشرب ميه نظيفه، يعني كانت فكره ثوريه في وقتها وغير مقبوله، انما انتشرت بعد شويه. اللي نشرها جدا سنه 1854 حصل ابيديميك بتاع الكوليرا، وظهر جدا بقى انه سير جون سنو اثبت انه الكوليرا بينتشر من الميه الملوثه. فبقى بعد كده بعد ما شافوا عدد الموتى وعدد المرضى، قالوا لا، يبقى لازم ان احنا نعمل سيستمز بتاع تنظيف الميه، وحاول بقى انه يفصل ما بين الصرف الصحي والميه، لان كان كل الحاجات دي ملخبطه على بعضها، وتطور على كده لغايه ما توصلنا الى المعايير الحديثه بتاعت القرن العشرين في الكلورينيشن وفي مجموعه من المدن، واصبحت بقى دلوقتي في المدن المتقدمه الكوليرا والتيفويد والحاجات دي قلت جدا جدا جدا، الا في المناطق العشوائيه اللي ما فيهاش خدمه للميه والصرف الصحي. ف الحقيقه يعني بدات الناس بقى تدور على حاجات تانية، صفات غير بس ان ما تبقاش فيها امراض. لا، يقول لك الميه سوفت ووتر وهارد ووتر عشان الغسيل والصابون ومش عارف ايه، فدخل صفات كثيره جدا في التعامل مع الميه. قصه ثانيه، انما اللي يمكن اهم اكتشاف طبي في التاريخ كان السويتش تريتمنت، الصرف الصحي، لانه ده غير الابيديمولوجي بتاع المرض في العالم كله، واكتر حاجه يمكن مدت حياه الناس، ولذلك اكبر عدد من الاطفال اللي بيموتوا في بلاد وفي مناطق ما فيهاش صرف صحي، تنتقل الامراض ما بينهم وهم صغيرين. ف موريا اخترع السبتيك تانك او بياره الصرف الصحي سنه 1860، ده المودرن ابلكيشن بتاعتها، ولكن هي نفس الفكره اللي كانت موجوده فيه. بنمر بفترات للتعامل مع الصرف الصحي، واصبحت عمليه معقده جدا، ولكن في النهايه هي نفس الفكره الاصليه، غير انها بتبقى فيها ريكوبريشن للدراي سلاج من ناحيه، ولتنظيف الميه والميتين من ناحيه ثانيه. انما بقى اللي هقول لكم عليه بقى اللي هو طريف وغريب في نفس الوقت، هو قضيه الفلاش تويلت. تستغربوا ان الفلاش تويلت كان موجود زمان جدا 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 جدا، وبعدين الانسانيه نسيته وضاع منها تكنولوجيا الفلاش تويلت لمده مئات السنين، وبعدين رجع اكتشافه تاني
في القرن السابع عشر. في فلاش تويلتس موجودة من 2500 قبل الميلاد، وفي هارابا في وادي الاندوس موجودة اكزامبلز ليها، وفي كنوسوس في جنبنا هنا في البحر المتوسط 1800 قبل الميلاد، وبيقال ان في اثار ل 850 قبل الميلاد في جزيرة البحرين، انما قطعا كان بيستعمل في الامبراطورية الرومانية من واحد للقرن الاول الى الخامس بعد الميلاد، موجودين في عند هادريان زول في انجلترا، انما مع سقوط الامبراطورية الرومانية اتمست التكنولوجيا دي. ادي صورة جاية من اللاترين بتاع كنوسوس بيبين الشخص قاعد هنا والمية بتنزل كده وبتنظف مكان الروث اللي موجود هنا وبينزل على درين، والدرين بيشيله في صرف صحي. سيستم متكامل لاستعمال الفلاش تويلت والصرف الصحي، ولكن اختفى، والمدن بعد كده كان فيها بقى الكوليرا والتيفويد والبليج اللي حصل لاوروبا اللي مات فيه تلت السكان بتاع اوروبا الى اخره. وده كان موجود البابليك تويلتس في روما، دي مبنيه سنه 315، دي كانت التواليتات اللي بتقعد عليها الناس وفيها برضو نفس السيستم اللي بيصرف الميه وراها. الجزري سنه 1206 اخترع هاند واشنج ديفايس بيدخل فلاش ميكانيزمز مشابهه للفلاش ميكانيزم اللي بتستعمل في التواليتات الحديثه. جزر على فكره له اختراعات كثيره جدا، من الناس اللي عملوا اختراعات كثيره جدا جدا جدا، يعني توماس اديسون بتاع عصره، او توماس اديسون هو الجزري بتاع عصره اللي اخذ 1000 اختراع، الجزري كان زيه. سنه 1596 سير جون هارينغتون قال ان احنا لازم نرجع تاني نكتشف ايه حكايه الفلاش تويلتس دي وازاي نستعملها، وبدا يتكلم على ديزاينز للايجاكس ديزاين، ولكن ما حدش قبل بهذا الاختراع. اول حاجه حاول يعرضه للملكه اليزابيث ولكنها رفضت، قالت ايه الدوشه اللي بتعملها السيفون بقى مش الدوشه دي، مش عايزه الدوشه دي جنبي، فمنعت وجود الفلاش تويلتس. الملكه قالت فمنعوا وجود الفلاش تويلتس. لما تتطور المودرن ديزاين بمجموعه كبيره من الناس وكل واحد يضيف اليها، اهم حاجه الكسندر كامينجز اخترع الاس تراب، اللي هو انه التراب اللي بيحط ميه وبيمنع الريحه انها ترجع على التواليت التاني. فده كان اختراع كبير جدا، وده اللي بيسمح ان فعلا ان الواحد ممكن يستعمل الفلاش تويلت من غير ما ترجع ريحه المجاري على الاماكن اللي هي موجوده فيها. واستمرت الحكايه ده هنا لغايه البلانجر تويلت، مش همشي عليهم كلهم. ملكه اخرى بقى اثرت على الحكايه ده هنا بعد الملكه اليزابيث، كانت الملكه فيكتوريا. سنه 1860 ركبوا لها فلاش تويلت، و it was installed في قصر ايرنبورغ لزيارتها في المانيا، وكانت الوحيده اللي لها حق استعمال فلاش تويلت. قالوا لا، ده فلاش تويلت ده حاجه مهمه قوي فتفضل ملكيه. الملكه الثانيه كانت رفضته، الملكه دي قبلته، ولكن النتيجه كان ان الشعب ما خدش ولا من كده ولا من كده، الشعب ما استفادش. السير توماس كرابر ما كانش انفنتر، وكلمه كراب اللي بتستعمل في الانجليزي للتعبير عن البراز او الروث لا علاقه لها باسمه، رغم ان هو توافد اسماء كثيره جدا، انما ذاتس نوت ترو، اتس ا كوينسيدنس بس. انما هو عمل شركه وايفورد، واللي اشتهرت بقى بدانا نشوف بداية التواليتات الحديثة اللي احنا عارفينها في كل مكان، وفكرة ان يبقى في خزان مية وممكن الواحد بيشد وينظف البتاع. ودي التواليتات القديمة بتاعت وايفورد وتوماس كرابر،
تواجدت، وادي شركه كرابر اهي كانت موجوده عليه، ووقتها بدات بقى التواليتات تتعمل من الصيني وما اليها لغايه ما وصلنا للتواليت شبه الحديث. هي تطورت الحكايه دهيا لغايه الفورتكس فلاشنج تويلت اللي هو بينظف نفسه، الميه نفسه تنظفه، اللي هو التواليت الحديث. الخزان برضو مازال موجود والتواليت الحديث اللي بيشتغل. اللي منكم بقى سافروا في حتت زي اليابان وغيره هيشوفوا بقى ان العالم تطور. اول حاجه انهم عملوا دلوقتي الخزانين، استعمال الخزانين عشان يبقى فيه خزان قليل وخزان كبير عشان نوفر ميه. انما المودرن تويلت بتاع اليابان، شايفه الادوات والبتاع في كل الاستعمالات الممكنه، ولكن اهتمامهم بالحاجات دي بقى، ما هو برضو في ناس أغنية جدا هناك، فدي أسوأ صورة شفتها في حياتي. واحد عامل سوليد جولد تويلت بخمسة مليون دولار. فأنا استعملت الصورة دي في مؤتمر المية في اليابان، وقلت لهم يعني إنه لا يعقل إن يبقى في مليار بني آدم جعانين، واتنين مليار بني آدم مش لاقيين صرف صحي، وفي من يصرف خمسة مليون عشان يبقى عنده مش بول سيراميك بول ذهب. يعني ما ده واقع، ده واقع، واتنشر في جابان تايمز 4 أكتوبر 2009. ده المرجع بتاع القصة دي. ف 2 مليار بني ادم مفيش صرف صحي، ده اللي موجود. اخر حاجه اقولك على البري فابريكيشن. البري فابريكيشن عشان طلعت وطارق ياسين وبتاع ما يقولوليش ان الشغل لازم يتعمل بسرعه. بري فابريكيشن ايام الملكه فيكتوريا بين احمد خميس، على فكره ده برضو واحد جنايني اللي اخترع الحكايه ده، بتاع جناين اللي اخترع الحكايه دي. ذا فيرست كومبليت كان اسمه باكستن، أول فكرة للبري فابريكيشن، بنى الكريستال بالاس. الكريستال بالاس ده مهول في الحجم. سير جوزيف باكستن كان شاب صغير، اتعرف عليه الديوك وشاف العبقرية بتاعته، فقال له تعالى هعينك تشيف جاردنر للأراضي بتاعتي. ويليام كابنش كان ديوك أوف ديفنشير، وقال له تعالى. طبعا كان عنده أراضي ضخمة جدا، وبدأ بشاتسورث هاوس اللي هو ده بقى، وقال له الأراضي دي كلها أنت مسؤوليتك تتصرف فيها زي ما أنت عايز. الحقيقة عمل حاجات كتيرة جدا، منها إنه جاب نباتات وعمل هج النباتات، وجاب إنجلترا بقى كانت إمبراطورية كبيرة، فكان بيجيب النباتات من الهند ومن أمريكا ومن كندا ومن كل حتة، منها إنه كان موقف بنته على ورقة الووتر ليليز، ده هي الووتر ليليز المشهورة اللي أنتوا شايفينها سنة 1349 الفيكتوريا ريجيا. وبعدين لما جت فكرة المعرض الكبير عايزين يعملوه في لندن، قالوا هنعمل مبنى ازاي؟ قال لهم أنا عندي فكرة. وده أول سكتش عمله، وده يعتبر بداية البري فابريكيشن. ده المبنى بعد ما خلص. كان مبنى ضخم جدا جدا جدا، اتبنى في 6 شهور. في منتصف القرن 19، سامع طلعت؟ في 6 شهور. البتاع ده كله اتبنى فروم سكراتش، بالاساسات بالبتاع بالمباني دي كلها في 200 يوم. ومن بعد الاساسات التفنيش بتاعه تم في 6 شهور. والديزاين تم في اسبوع. ديزاين تم في اسبوع. كان في 3300 عمود حديد، 2150 كمرة حديد، 250 مايل من الساش بارز اللي هم بتمسكوا الإزاز دول، وتقريبا 300,000 لوح إزاز. وخلص كله في 6 شهور. دارة هندسية سامعين، منتصف القرن 19. أهم حاجة، وده كان الاختراع العبقري بتاع باكستن، إنه وحد الموديول.
كله بيشتغل على 24 فوت. فكرة توحيد الموديول بحيث القطع نفسها تتصنع في المصنع وتيجي تتجمع، تتصنع في المصنع وتتجمع. دي كانت بداية الثورة، واللي نجح طبعا كريستال بالاس كان معجزة بتاعت زمن زمن بتاعه، وطلع في البوست كاردز وحاجات كتيرة جدا. والحقيقة يعني نقلت نقلة كبيرة قوي لمفهوم التعامل مع صناعة البنى، وكان هو البريكرسر اللي أدى بعد كده لحاجة زي برج إيفل، برج إيفل تاور اللي موجود في بتاع جون إيفل. فكرة برضو انه بتبني حاجات بتجمعها وتبني بيها الشكل اللي انت عايزه بعد كده. دي كانت الفكرة بتاعت باكستون اللي نجح فيها هذا النجاح العبقري. مش بس الايفل تاور، كل العمارات الحديثة هي من سلالة تجربة باكستون، لان ما كانش ممكن واحد يبني اي كل العمارات دي مبنية بالموديولز وبالقطع اللي بتتجمع زي ما قال عليها باكستون بالظبط، بما فيها بتروبراس في ماليزيا. نور الكهرباء صديقنا جوزيف سوان هو اللي اخترعه ونور بيته في انجلترا، ولكن اللي اخذ البراءه اللي اتحسبت هو توماس اديسون. وتوماس اديسون اسس شركه جنرال الكتريك عشان يوزع نور الكهرباء. طيب اذا كان اديسون وسوان هم اللي اخترعوا كهرباء نور الكهرباء اللي احنا عارفينه، مين اللي اخترع النيون؟ واظن مالين مكاتب نيون، مش كده غلط؟ اسمه جورج كلود، هو اللي اخترع النيون لايتس بجميع انواعها، الفلوريسنت لايتس بنسميها، واستعملت نيون لايتس في الاضاءه وفي الاعلانات وفي الفنون وفي حاجات كتيره جدا. وشكل المدينه الحديثه مبني لحد كبير جدا على نتيجه اختراع جورج كلود اللي توفى سنه 60. دول سهلين بقى، اخر اتنين هقول لكم عليهم سهلين. مين اللي اخترع الاليفيتر؟ لان من غير الليفيتر ما كانش ممكن نعمل عمارات عاليه. مين اللي اخترع المصعد؟ إليشا اوتيس. عندنا لسه شركه اوتيس موجوده، والاوتيس الليفيترز بتاعتنا موجوده، بس خدوا بالكم اخترع الكلام في القرن التاسع عشر، لان كان بدات اول هاي رايز بيلدينجز استعملت في القرن التاسع عشر. وطبعا كل العمارات العاليه ما كانش تتواجد من غير الاليفيترز بتاعت اوتيس. حتى الاليفيترز بعد كده في حته زي الهايت وبتاع بقت تبقى منظر جميل الناس تتفرج عليه. انما هي الفكره الاساسيه علبه الناس بتطلع فيها، او المصعد بتاع اللي بيشيل الحاجات، والكنترولز الكهربائيه موجوده فيه، والسيمبل موجود في كل حته دلوقتي. طب مين اخترع الاير كونديشنينج واحنا في عز الحر اهو في الصيف؟ تكييف. انا لما كنت بشتغل في الخليج في السبعينات وكان درجه الحراره توصل 50 بره، الواحد يروح داخل كده يقول يا سلام، اللي اخترع التكييف ده يستحق جائزه نوبل. وفعلا اللي اخترع ويلس كارير، وشركه كارير ما زالت موجوده لغايه النهارده، ان كان هو نفسه مات 1950، ولكن الشركه ما زالت موجوده وواكبتها تغيرات كثيره جدا جدا جدا. المهم ده يعني كده عملنا رحله سوا من المكتب للمباني لشويه حاجات حوالينا، وانا بدعوكم ان كل واحد يعني يبص حواليه ويفكر ويشوف حاجه ويسال. اهو ادي لسته تانية، مايكروسكوبس وتلسكوبس واكتشاف الكهرباء والليزرز والاسبرين والانتيبيوتكس والانستيزيا والاكس رايز والام ار ايز وكل الحاجات دي، سو ماتش مور. فخلينا عندنا نقدر نتكلم مره تانية عن حاجات تانية كتير، وكده كفايه علينا النهارده كده، وشكرا لكم لحسن استماعكم.